أهلا بكم من جديد. دشنت اليوم في منطقة عسير عدد من المشروعات الأساسية في نطاق البنى التحتية والنقل والطب وخدمات الإنشاءات البلدية. هذا التدشين يعد استكمالا لخطة التنمية التي يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير وتحسين خدمات المنطقة الجنوبية، فيما سيشارك كل من أمير المنطقة ووزراء الصحة والبلدية والنقل بعرض وتدشين تلك المشروعات. ينضم إلينا هاتفيا من أبا الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير. سمو الأمير، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة، سعيد بتواجدك واستجابتك أيضا لنا. كيف تنظرون إلى هذه المشروعات التي دشنت اليوم والتي أعلنت؟ مساء الخير، الله يسلمك. أهلا بك طال عمرك. المشروعات اليوم هي عبارة عن استكمال وليس مشروعات جديدة، هي استكمال مشروعات أساسية. الدولة عزها الله ممثلة في سمو أخي ولي العهد رأت أنه من الضروري الإعلان عن استكمال خطة استكمالها، لأنها تعتبر عند استكمالها تعتبر خطة أساسية في استراتيجية تطوير عسير اللي حتعلن بعد فترة قريبة إن شاء الله. جيد، يعني هذه المشروعات بالتأكيد يمكن اعتبارها كنقلة مهمة كان يتطلع لها أبناء وبنات المنطقة منذ فترة طويلة، لكن خلينا أكون معك صريح سمو الأمير، يعني تعرف يمكن أنه في حالة إحباط أصابت المواطن في عسير جراء تعثر مشاريع استراتيجية كبرى كانت تمثل لهم أمال وأحلام. وخلينا نبدأ عن مشروع الجامعة والمدينة الجامعية، يعني هي أقدم مشروع جامعي أكثر من 15 سنة تقريبا، حتى الآن بعد بنائها لم يدخل إليها أي طالب. ما هو وضع هذه المدينة؟ والله شوف، كم معلق على الجامعة في مثل صيني عظيم يقول لك خير لك أن تضيع شمعة من أن تلعن الظلام. صحيح. فالآن إحنا نعيش عصر الشمعة، الآن نبغى نضيء شمعات في كل مكان، والدولة بذلك أدركت أنه استكمال هالمشاريع الأساسية ومن ضمنها المدينة الجامعية اللي الآن أشرت لها حضرتك، هي يعني هذه لم تتقف هذه المشاريع ولم تتعثر إلا لأسباب متنوعة ومعقدة. فكون الدولة رصدت هالأمر ووضعت الفرق اللازمة والرغبة اللازمة لإزالة هذه العقبات، هذا بحد ذاته توجه في الاتجاه الصحيح. بالتأكيد. ما الذي يضمن أنها تكون في هذا الاتجاه، أنه ما عاد تعود هذه المشكلة العوائق التي كانت موجودة سابقا سمو الأمير؟ سؤال محل حقيقة. يعني أتصور أنه في أمرين هم الضمانة الكافية لعدم عودة التعثر مرة أخرى. الأمر الأول هو العمل بروح الفريق، جزء من الحكومة الفاعلة اللي الآن هي جزء من رؤية 2030 بقيادة ولي العهد شخصيا، هو يشرف على أمور هذا شخصيا. الأمر الثاني هو التصميم. في إرادة يعني لمسناها غير منقطعة النظير. لما يكون عندك العمل بعقلية الفريق وفي إرادة خلف الفريق، أنا أتصور أن كل العقبات ستزال بحولنا. طيب حتى نقفل ملف الجامعة، متى يعني متى يمكن أن يدخل إليها الطالب ويتعلم فيها؟ في فترة زمنية محددة سمو الأمير؟ لا، أنا نقطتي اللي قبل شوي ما كانت محصورة في الجامعة، أنا أتكلم عن الجامعة وعن المطار بشكل عام. نعم، بشكل عام. نعم، الجامعة الله يسلمك اليوم لم يعلن عن خطة استكمالها اليوم تحديدا. اليوم فقط تم التنويه أنه في فريق قاعد يشتغل على هالموضوع، لأنه موضوع الجامعة مثل ما قلت لك يعني متعدد الاتجاهات هذا التعبير، ولكن الآن حتنتقل في الصيف بعض الكليات، لكن هذه مجرد خطوة بسيطة أمام انتهاء 20 مشروع في الجامعة. والآن في فريق قاعد يشكل الآن زي ما يقول زي التاسك فورس، فريق متخصص في هالموضوع لإنهائه. أما اللي أعلن اليوم عن خطة استكماله ما هي بالجامعة، اليوم أعلن عن المطار، توسعة المطار الحالي والمطار الجديد والطريق اللي يربط ما بين الحجاز وتهامة والمدينة الطبية وتحسين المشهد الحضري في 33 بلدية. هذا اللي أعلن اليوم. ممتاز. المدينة الطبية أيضا من كثير الأسئلة تدور حولها، ومن ضمنها أنه تقليص عدد الأسرة من 1600 إلى 500 سرير، هل لذلك أسباب سمو الأمير؟ والله يعني تاريخيا لا أعلم ما هو السبب القديم للتعثر، ولكن معلوماتي العامة أنه
قد يكون في مرحلة معينة صار في تصميم لأكثر من الحاجة الفعلية للواقع. جيد. الدولة لمن في توجهها الجديد أنشأت مركز اسمه مركز رفع كفاءة الإنفاق، اللي يبحث يشوف هل أنت فعلا تحتاج لهذه التخصصات ولهالمباني الكبيرة أو لا. هذا المركز أنهى دراسته الحين، انتهت الدراسة وتبينت الحاجة الحقيقية للمدينة. طيب المدينة متى سيبدأ العمل فيها؟ أربع سنوات؟ بعد أربع سنوات؟ لا 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 لا، قصدك يعني خلال سنوات، يمكن سنتين من الآن حيكون يبدأ العمل فيها، ولكن انتهاء التصاميم وطرح المناقصة حسب الخطة اللي أعلنها الوزير اليوم. جيد، يعني نحدد زمنين وبعد سنتين إن شاء الله سيبدأ العمل في المدينة الطبية مدينة الملك فيصل. يعني حسب الخطة اللي أعلنت، والله ما أذكر الرقم بالضبط، لكن ممكن ترجع للخطة اللي أعلنت عن طريق الوزير وموجودة فيها التفاصيل. جيد. الطرق بالنسبة للعقبة، في مشاكل أيضا متعلقة بالنقل، من ضمنها عقبة شعار، عقبة ضلع. كان لكم اقتراح بعقبة نخلين أتذكر سمو الأمين، لتكون بديلة عن 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 شعار. هل تم اعتماد هذا الأمر؟ والله شوف، هي أي شيء يربط ما بين الحجاز اللي هي ارتفاع الجبال المرتفعة والسهل التهامي بطريقة عصرية فيها طريق مزدوج يراعى فيها الأخطاء اللي ارتكبت في العقبات الماضية، هو أمر مرحب فيه من كل أهل عسير. ممتاز. الآن وين تكون العقبة نقطة بدءها ونقطة نهايتها؟ اللي يحدد النقطة هذه تحديدا هم ناس متخصصين في الطرق. لك هنا أفضل، هنا أسهل، مو بإحنا اللي يعني اللي نحدد وين يكون الطريق، عرفت؟ لكن الجميل في الموضوع أن الوزير أعلن اليوم ولأول مرة عن خطة تنفيذ هذا الطريق المحوري الأساسي. هذا بحد ذاته هو خبر عظيم بالنسبة لأهالي لنا والمملكة ككل على كل حال. طيب أهل عسير كمان يسألوا عن وضع منطقتهم كمنطقة سياحية. أبها هي عاصمة السياحة في 2017 سمو الأمير. اليوم البلد كلها تتغير نحو استقطاب السياح من كل العالم، عسير مؤهلة لذلك، لكن حتى الآن هي بيئة كما يقولون غير جاذبة للاستثمار بالشكل المطلوب، يعني حتى الآن لا يوجد بها فندق خمس نجوم واحد يخدم. فما هي خطتكم لمعالجة هذا الوضع؟ السؤال الأساسي، هل يوجد إرادة قوية في الدولة بتحسين هذا الأمر أم لا؟ الإجابة نعم. السؤال الثاني، طب هالإرادة القوية هذه هل فيها خطة تحقق هالإرادة أم لا؟ الإجابة أيضا نعم، في استراتيجية يجري إنهاءها وحتنتهي خلال فترة قريبة. السؤال الثالث، في حال إعلان هالخطة اللي هي تعكس الإرادة، هل حيكون في هل حيشارك الجميع فيها، سواء كان من رجال أعمال محليين أو إقليميين أو دوليين؟ الإجابة أيضا نعم. فطالما في إرادة وفي خطة وفي تحالف وفي تعب يحتم، فقطعا الانطباع السيء اللي كان موجود في السابق حينتهي تدريجيا. طيب أنا أشكرك شكر جزيلا على تواجدك معنا وتلبية الدعوة الرابعة في هذا اللقاء. شكرا لك الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، كان معنا هاتفيا من أبها. شكرا الله يسلمك، مع السلامة.